وبعدين يا مراد باشا وبعدين؟ شغلتك شغلت بالي كثير. طيب طلع معكم شيء؟ يعني رح تعرفوا حرمتي وين مطرحها؟ ولا مين اللي خطفها؟ رجلي بيك بدي اسألك سؤال. تفضل اسأل اللي بدك اياه. حرمتك شو عندها أملاك؟ عندها أملاك كثيرة، بس ليش هالسؤال؟ لازم نعرف شو عندها أملاك مشان التحقيق. عندها أرض كثير كبيرة، ومعها مصاري ذهب إنجليزي ورشادي، غير المصاغ اللي كانت لابسته. وقديش بتقدر حق المصاغ اللي كانت لابسته؟ يعني بحدود العشرين رشادية. والله مبلغ كبير. طبعاً، كتير كبير. طيب، إذا زبطنا حدا عبيها المساغ تبع حرمتك، بتقدر تتعرف على المساغ؟ طبعاً بقدر أتعرف عليه، لأنه أنا اللي شاري له إياه بإيدي هدول. معلي مطمنة يا عشامية، معلي مطمنة. أي والله معك حق. اسمعي أختي، هدول لازم يطلعوا من البيت، بنبدلهم مصاري، شو رأيك؟ بس خلينا نستنى لبكرة. ممكن ما بدك. اسمعي، لكان خلينا نروح على بيت الست كريمة نطقطس على الأخبار ونعرف شو في ما في. إيه شو عليه؟ يلا أنا حقوم أوعم بك ملايتي. وأنا كمان. أنا بعتقد إنها حالات خطف نسوان من شان الذهب يلي معهم يا باشا. أكيد الشابة مقصودة. هي حرمته لفصيحة فني، ومبارح حرمته لشابندر تجار، وما حدا بيعرف بعدين مين راح ينخطف. شو المطلوب مني يا باشا؟ عممه على كل محلات الصلاة، ما حدا يشتري ذهب من حدا إلا ياخد اسمه وعنوانه، مفهوم؟ مفهوم يا باشا. يلا على شغل. احترامي.